اهلا بكم مجددا، اجدد تحيه لضيفتي الكريمه الاستاذه عزه انور الكاتبه كاتبه الاطفال. اهلا بك استاذه عزه. قبل الفاصل وصلت مع حضرتك في حديثنا حول اهم الافكار التي يمكن تناولها بالنسبه للطفل في الكتابه الخاصه به. التطورات الحادثه في مصر في الفتره الاخيره طبعا ربما يعني تحول درامي في الاحداث اللي مرت بها مصر وتاثير طبعا ممتد ربما حتى هذه اللحظه. هل ده يفرض ايضا على الكاتب للاطفال انه يلتفت لهذه المرحله ويقدم افكار جديده مواكبه لهذه الاحداث للطفل؟ طبعا هو لازم، احنا مجتمعنا بهذه التحولات اللي مر بيها لابد ان احنا بالنسبه للاطفال نوصل، احنا مروا باجواء كتير مرتبكه. لابد ان احنا نرسخ قيم الحب في المجتمع كله مش بس الاطفال، لان قيمه الحب هي قيمه شافيه للجميع. فاحنا محتاجين الجميع محتاج يشفى من هذه التطورات الحادثه في كل المجالات او في الحياه بشكل عام. فانا بحب اركز عن القيمه دي، وهي فعلا القيمه اللي ممكن تبني. انت عمرك ما هتبني مجتمع ما بيحبش افراده، ما بيرسخش في قيم جميله ان احنا فكره قبول الاخر، ان احنا لازم كلنا يعني يكون في شكل من اشكال قبول الاخر حتى لو كان مختلف معايا سياسيا دينيا. والله انا باخدها بشكل عالمي. بمعنى ايه قبول الاخر ده؟ ممكن يكون شجره، ممكن يكون حيوان عايش في البيئه معايا. ممكن يكون ان انا احافظ على المكان الجميل اللي انا عايش فيه بشكل مجرد خالص يعني. بالظبط. احنا انا بحب اخد الموضوع، ما بحبش احددها قوي في فصيل او فصيل او لا، انا بحب باخدها بشكل كوني. ان نحب العالم كله. ما هو العالم لو احنا ما حبيناهوش، احنا لما بنفكر هنا بتفكير سلبي بتروح اثاره على اخر العالم. بس احنا هنا دلوقتي قدام اشكاليه من نوع خاص، بمعنى انه الاحداث اللي مرت بها مصر على مدار الاربع سنين اللي فاتت ديت يعني صعب انك تفصل الطفل عنها، لانه تقريبا في كل لحظه كان في امور جديده، تظاهرات، احداث، تطورات سياسيه الى اخر ده كله. فالطفل شئنا ام ابينا شايف ده بيحصل قدامه. الكبار انفسهم لحد اللحظه دي ربما في البعض مش قادر يستوعب ايه اللي حصل على مدار الاربع سنين او يهضمه او يفهم الامور ايه اللي بيحصل فيها. فما بالك بالطفل، هل احنا معنيين ان احنا نبسط الامور دي ليه، ولا يعني نبعد بيه برضه قدر المستطاع عن الامور السياسيه والاحداث اللي حاصله دي؟ والله انا حاسه ان احنا بنرهقه ونتعبه في هذه الفتره باللي بيشوفه من الاحداث في مصر وخارج مصر. انا لو انا ركزت ان احنا نعتصم بالقيم، يعني نعتصم بالقيم والهوية المصرية. يعني أنا لو ركزت على أن أنا مصري وعلى القيم، أنا مش عايز حاجة تاني. ما هنا أنا بقيمي هساهم أن أنا مجتمع يبقى أساهم في إصلاحه. ولو أنا ركزت على الهوية المصرية بتاعتي، أنا حافظت أن أنا أصمد في وجه التيارات اللي حواليا. فأنا بعتصم بحاجتين، هويتي والقيم. لكن كل هذه التفاصيل هي سحب إن آجلا أو عاجلا هتهدى إن شاء الله. وكل ما نعتصم بالقيم كل التوتر ده هيهدى. لكن أنا أركز على النقطتين دول دلوقتي. بس أكيد ليه مردود على الطفل، يعني حتى لو إحنا بنحاول نوصل مرحلة التشبث بالقيم اللي حضرتك بتشيري إليها، لأنه هو عايش في وسط هذه الأحداث. هو عايش، بس انا هطمنه بحاجتين. اطمنه اطمنه بالناحيه الوطنيه اللي كلمت حضرتك عليها دي. ولما انا اعتصم بالقيم دي، انا لو انجرفت مع التفسيرات اللي موجوده او دخلت من المنظورات السياسيه، انا الصراعات الحزبيه والسياسيه انا ما بريحوش. انا ما بريحوش مين صح مين غلط. لا انا ماليش، هو ماليش، مش عايزين ده. بس مش هو ممكن يعني يلاحق حد من العيله بالسؤال ده يعني؟ والله انا عايز اقول له، انا لما بقابل ده، انا بشتغل في الحقل التعليمي في شغلي الاصلي يعني، فانا بركز على الحته دي. انت ماذا تقدم من بصمه للعالم؟ خليك انت، خلينا احنا نعمل تفكير خاص بينا شويه، ان احنا نعمل انا اجيد، اكون جيد. لما انا هبتدي بركز ان انا كل واحد فينا يبتدي بنفسه في اللحظه دي. لو انا مش عارف اروح مع مين، لما يجي يكلمني اقول له خليك انت نموذج جيد. خليك انت سفير السلام، سفير الحب، سفير القيمه الايجابيه. تمام. فدي انا بعتصم بده. طيب اسمح لنا انضم لينا عبر الهاتف الاستاذ عمرو حسني وهو مترجم لافلام الكرتون، بعض الافلام الكرتون العالميه. اهلا بك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا يا فندم. ملمح من ضمن ملامح ايضا المؤثره في ثقافه الطفل استاذ عمرو، فكره الغزو الفكري او ربما بعض الافكار المهيمنه من بعض الثقافات، البعض بيخشى انها يعني تغير بعض المفاهيم او القيم عند أطفالنا.
هل حضرتك بتلمس ده في بعض الافلام اللي حضرتك تعاملت معها؟ والله وحضرتك خلينا نتفق على حاجة في الأول، يعني إن كل الأفلام يعني العالمية عمرها ما بتبقى بتنقل قيمة سلبية، يعني في الغالب بيبقى القيمة إيجابية، ولكن المحتوى أحيانا بيبقى مختلف باختلاف المجتمع باختلاف الثقافة الأم اللي اتكتب فيها الفيلم. يعني بيبقى فيه مثلا مساحات ما من الحرية في التعبير، في بعض التعبيرات وفي بعض المواقف ممكن جدا الذوق يعني المصري او العربي ده صحيح ما يتقبلهاش. صحيح. ودي طبعا يعني من المفترض ان احنا بنحاول ان نتجاوزها، او ان احنا يعني ما نركزش عليها قوي ونتعامل معها بحرص بحيث المجتمع يتقبل الفكره، ولكن نبعد عن التفصيله اللي اتقالت في الحوار مثلا. طب دي مش ممكن توجد شكل برضو من اشكال الجرأه شويه عند الاطفال في المساحات اللي حضرتك بتشير اليها دي؟ الجرأه بمعنى ان احنا نبقى يعني فكره ولا بمعنى لا انا قصدي انا مش عايز اقول الانحلال الاخلاقي لانه لفظ كبير قوي، لكن انا قصدي انه يعني الجرأة في بعض الأمور اللي ممكن يكون المجتمع بيرفضها لكن بيستقر بشكل غير مباشر أو غير مباشر في ذهن الطفل إنه ده عادي يعني أو ده مقبول. ما هو طبعا في الحالة دي احنا في حاجات المفترض ان احنا عارفين، طبعا بيبقى في مونيتورينج، يعني بيبقى في حاجة زي كواليتي كنترول على الشغل اللي بيتقدم، والمفترض ان طبعا الحاجة اللي الذوق العام بيرفضها أو ممكن أن تثير نوع من أنواع التأذي يبقى في حد يتأذى منها، يعني المفترض ان احنا طبعا نبعد عنها ونحاول ان احنا نقدمها بصوره اخرى ما تفقدش المعنى الاصلي اللي في العمل وما تبوظش الحوار، ولكن تتجنب فكره ان الحوار يبقى صريح ومباشر في نقطه محدده ممكن تسيء للذوق العام. دي طبعا حاجه لازم الواحد يعني ياخد باله منها، لكن بمعنى اكبر من كده ان الفيلم يبقى كله على بعضه بينقل صوره سلبيه او فكره ما فيهاش مورال يعني اخلاقيه، طبعا انا رايي ان ده ما بيحصلش، لان هم اكيد عمر الافلام يعني الكبيره اللي معموله باحترافيه عاليه لا دايما بيبقى فيها قيمه ايجابيه وبتركز على صداقه وعلى ان الصداقه مثلا بتنقذ الانسان من كذا، وان الانسان لما بيتمسك بقيمه ايجابيه ده اللي بيخليه ينتصر في النهايه، ده دايما بيبقى موجود. مفيش داعي ان احنا يعني نبص لهم ان هم شياطين، هم ما هماش شياطين، هو بس اللي بيحصل ان الحوار احيانا لان المجتمع اكثر جراه والمجتمع بيتعامل مع بعض الاشياء ببساطه قد لا نعهدها احنا، ده بيبقى الاختلاف، فبالتالي لكن ده ما يلقيش بظل سيء ولا بأثر سيء على العمل ككل. ده مش بيحصلش، انا ما شفتوش بصراحه يعني قبل كده. طيب القيم الانسانيه المجرده دي حضرتك يعني شايفها بشكل عام حاضره في كل هذه الافلام العالميه او معظم الافلام العالميه؟ معظمها بالظبط. معظمها طبعا. اهم الافلام اللي حضرتك يعني استوقفتك او شايف انها يعني مؤثره بشكل قوي او اثرت بشكل قوي في عقليه الطفل العربي او المصري؟ يعني في فيلم زي شركة المرعبين مثلا، الفيلم ده الأطفال يعني أنا بعتز جدا بهذا، أنا محافظين الحوار المصري بعد ما تم تمصيره طبعا، رغم أن هو في برضه مساحات رعب أو نظريا يعني نظريا لكن هو طبعا كان رعب كوميدي يعني مش رعب بشكل، وكان في نفس الوقت الفكرة نفسها كانت فكرة عبقرية جدا طبعا، وكان في تصاعد درامي هايل، وفي فكرة محبوكة ومتقدمة بشكل فيه حرفية عالية جدا، ولما اتعمل مصري ده كان حتى يعني ادالنا فرصة ان يبقى كأن في كرييتور للعمل مصري ورا الموضوع، يعني انا كنت بروح اشوف العروض اللي كانت بتنزل اي مية في السينمات كان في ناس بيطلعوا يقولوا الفيلم ده اتعمل مصري، فدي حاجة كانت بتسعدني جدا بصراحة. يعني كان الأستاذ محمد هنيدي أعتقد طبعا محمد هنيدي وحنان ترك كان في ناس كتير هايلين صحيح رائعين يعني ممثلين كبار يعني. طب طالما الافكار دي مجرده يا استاذ عمرو ومتاحه عند الجميع ليه احنا ما بنتجهاش؟ ليه بنلجا للدبلجه؟ يعني طالما الفكره موجوده ليه التعاطي المصري ما بيجيش بقى؟ الله ينور عليك، هو ده احنا فعلا الاجمل فعلا ان احنا نقدم احنا افلامنا، بس هي في مشاكل، في مشكله يعني على كذا مستوى، في مستوى منها الانتاج مثلا ان ما فيش منتجين كتير بيتحمسوا لفكره الفيلم الطويل الكرتون
بيحسوا ان هو مش هيجيب العائد المادي المناسب اللي انفق عليه يعني. وفي نفس الوقت كمان احنا عندنا حرفيين وعندنا مهنيين وفنانين كبار، بس برضو فكره ان يبقى يعني في استوديو منضبط ورا العمل دي على فكره مش موجوده عندنا. يعني الموضوع بس ما اعتقدش يعني، معلش تعقيبا على الجزئيه دي، ما اعتقدش ان احنا قدمنا برضو عمل في نفس جوده الاعمال العالميه. انا قصدي في الجوده التقنيه قصدي يعني. ده حقيقي لحد ما، بس في تجربه كانت رائعه ولسه يعني تجربه يعني حديثه يعني الادراج زي ما بيقولوا، اللي هي الفارس والاميره اللي كان بشير الديك طبعا سيناريست عظيم يعني كان عاملها، وانا ليا الشرف ان انا كتبت الاغاني بتاعتها واشتركت في بعض الكاوندي نوتس. فالفيلم ده حديث الادراج لانه برضه اتكلف كتير قوي وحصل تعقيدات يعني على مستوى، كان بعد احداث سبتمبر سبتمبر الاسود يعني اللي حصل فيها البرجين في امريكا وكده. وهو الفيلم كان فيه فارس عربي يعني، فكان الموضوع احنا كنا عشبانين قوي ان هو يتقدم في العالم كله ويدبلج كمان يعني، هم اللي دبلجوا بقى عننا. والفيلم اتعمل بتكنيكاليتيز هايله جدا وكان فيه حرفيه وفنيين وفنانين عاليين قوي مستوى رائع يعني صراحه. في الكتابه وفي كل حاجه. لكن طبعا لما حصل الاحداث دي كان من الصعب جدا ان شركات التوزيع العالميه تقبل على فيلم بيتكلم عن فارس عربي، وخاصه ان هذا الفارس كان في فتره الفتوحات وكده يعني. فالفيلم للاسف حديث الادراج الى الان. يعني كانت تجربه كانت مريره جدا، ان هو كان متوقع انه يبقى فيلم عظيم على فكره وكان حقق الى مستويات افاق عالميه. خروجه للنور مرهون بايه او مشروط بايه؟ طبعا هو يعني للاسف كل الارهاب ما بيتفاقم في العالم، كل ما حظوظ الفيلم بتقل بالظبط للاسف الشديد يعني. لان زي ما قلت لحضرتك الفكره نفسها كانت تاريخيه، اللي هو الفارس محمد بن قاسم. فطبعا هذه الفكره يعني يعني للاسف اسيء يعني، التوقيت كان سيء خالص. لكن هو برضو هرجع اقول ان دي يعني ده الاستثناء اللي يؤكد القاعده، ان احنا ما عندناش استوديو كبير، استوديوهات عالميه على مستوى الاستوديوهات العالميه تتبنى هذه الافكار. لان الموضوع طبعا طبعا الافلام العالميه دي بتنتج في هوليوود برضو. طبعا مش كده؟ كل امكانيات هوليوود مسخره تحتها. طبعا لو سمحت لي حضرتك اضيف بس جزئيه، ان احنا عندنا ناس كانديفيديوالز كافراد هايلين، ولكن الموضوع مش موضوع شويه كرييترز يقعدوا مع بعض. الموضوع ان يبقى فيه فعلا مؤسسه كبيره هي اللي تقود الاوركسترا. لكن هم دايما يعني دايما في مجال الابداع الفني او السينمائي دايما يعني بيتم البناء على الخطوه الاولى اللي هي الورق. هل عندنا حد بيكتب يعني حد مؤهل ان هو يكتب او يقدم افكار جديده؟ يعني طبعا عندنا يعني عندنا افكار، انا شخصيا عندي افكار وكتبت حاجات وفي يعني خطوات حتى بتتعمل على مستوى الهواه في ان هم يقدموا افكار بسيطه وتبقى فيها احساس يعني انترناشونال حتى ما فيهاش حوار. ولكن برضو بتصطدم بفكره ان هي التنفيذ بيحتاج الفلوس كتير وبيحتاج برضو لحد يعني انتاج مؤسسي يبقى ورا العمل. طيب على الاقل برضو الى ان يتحقق ذلك، لكن لحد اللحظه دي ما اعرفش برضو حضرتك رايك ايه في فكره ان احنا ما وجدناش بعض الشخصيات الكرتونيه يعني المهيمنه على ذهن الاطفال او وجدانهم زي بعض الشخصيات الكرتونيه على مستوى العالم اللي هي ابطال هذه الافلام وهذه الاعمال. طبعا ده احنا مشكلتنا كمان الاكبر جايز مش مشكلة مصر قوي، هي مشكلة الوطن العربي بشكل أكبر يعني، إن في محاذير كتيرة قوي خلاف التابوهات التلاتة يعني اللي هم السياسة والجنس والدين. لا في محاذير برضو كبيرة يعني لدرجة إن حتى الأعمال المدبلجة اللي هي أعمال عالمية وكرييترز كبار قوي عاملينها لما بنيجي إحنا نتناولها وطبعا فكرة الفصحى هيمنة الفصحى على العمل الدرامي ودي حاجة تانية مشكلة مرعبة إن الفصحى ما بتشيلش، وهقول ليه لو حضرتك عايز. لا في كمان حاجات زي مثلا ايه فكره الحب، لا ما فيش حاجه ما تقولوش حب، قولوا مش عارف ايه. لما يبقى في ناس بيرقصوا، تصور حضرتك ان في بعض القنوات العربيه لما بتقدم كرتون يبقى في ناس قدام الاولاد بيرقصوا وبيغنوا، يقول لا ما تقولوش رقص وغنى، يعني مش ممكن. طب ما الافلام العالميه المدبلجه فيها رقص وفيها بعض قصص الحب يعني. ده ايام ما كان بتتعمل بالمصري
كان أكتر هذا الكلام. دلوقتي قنوات لما بقت هي السوق الأساسي لتوزيع الدوبلاج بقى فيه هذه المحاذير المخيفة. أنا مش عايز أتكلم دي في لستة محاذير. طيب بس برضو خلينا نقول يا أستاذ عمرو إن إحنا عندنا برضو من باب الموضوعية والأمانة إحنا عندنا شخصية بكار، يعني هي شخصية لحد ما برضو عشان نقول إن إحنا برضو قدمنا شيء. طبعا ما محدش يقدر يقول ان ما في خواء يعني، لا طبعا في، بس الحاجات دي هي الاستثناء الذي يؤكد القاعده. طيب الفصحى مشكله الفصحى ايه رغم انه معظم الافلام المدبلجه يعني مدبلج باللغه العاميه؟ لا هي مدبلجه بالعاميه، بس هو في قرار اتخذ من بعض من قنوات كثيره وشركات توزيع المهيمنه على السوق الدبلاج ان الترجمه تبقى مش في اعداد، بقى في ترجمه بس تبقى بالفصحى، لانه مرحله الاعداد هي المرحله اللي بتتعامل مع الحوار الدرامي اللي هو ومتاخد من الافري داي لايف، الحوار الدرامي اللي بنقوله لبعض فعلا اللي هو فيه صدق، والحوار الفصحى ما فيهوش صدق للاسف الشديد. ده طبعا مش موقف من اللغه الفصحى، لكن ده واقع. الحوار الفصحى ما فيهوش صدق لان هو مش حوار حياه يوميه، مفيش حد بيتعامل بالفصحى في الحياه اليوميه، فبالتالي هو مش حوار صادق. طب مفيش حاجه وسط تجمع بين الاثنين ولا ده صعب؟ في حاجه، كان في محاولات في لبنان، كان حاجه اسمها يعني يسموها اللغه البيضاء، ولكنها محاولات مش عظيمه يعني صراحه. بس معظم الافلام اللي اتدبلجت باللغه العاميه او اللغه اليوميه، خلينا نسميها اللغه اليوميه، يعني دي لقت نجاح كبير، ويمكن حتى الناس الكبار بيتفرجوا عليها كمان يعني. بالظبط. ما هو ليه بقى؟ يعني اي نعم ممكن يتفرجوا عليها مضطرين مع الاولاد يعني، لكن تكتشف انه بيحبوها، تكتشف ان احنا كمان بنحبها يعني. طبعا طبعا، لان فيها صدق درامي، لان انه مش ما هيش مونوتون. الفصحى مشكلتها في الدراما المسموعه، مش يعني ممكن اقرب الفصحى ادب عالمي رائع جدا، ولكن لكن الدراما المسموعه المنطوقه اللي بيسمعها الناس دي لازم تبقى لغه حياه يوميه، والا هتفتقر الى الصدق. طيب سريعا دي نقطه. طب انا بس عايز احرك في اشكاليه سريعا لانه الوقت بس محدود مع حضرتك، وفكره كنت بناقشها مع ضيفتي في الاستوديو الاستاذه عزه انور وهي كاتبه اطفال. اهلا وسهلا، دي صديقه طبعا، اهلا عزيزه جدا يعني. اهلا بيك. فكره فين بقى القراءه او الكتاب من هذا الكم مما يقدم للطفل من افلام او بعض يعني الامور التكنولوجيه المتطوره، هل ده بيغطي على دور الكتاب يا استاذ عمرو من وجهه نظرك؟ لا خالص، الكتاب ما مش ممكن يتغطى على يعني على دوره، لان هو بيؤدي وظيفه اخرى وليها بعد اخر على فكره. يعني خلاف الفن المسموع المرئي، فيها بعد يتعامل مع الخيال اكثر، خيال الطفل نفسه هو بيقرا او بيقرا له. بس برضه احنا عندنا مشكلة ان في محاذير كتيرة برضه على القراءة وعلى الكتاب يعني. اشكرك، وكنا محتاجين حضرتك تكون معنا ضيف مرة في الاستوديو هنا نتكلم على الموضوع ده بشيء من التفصيل ان شاء الله يعني. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عمرو حسني مترجم افلام كرتون.